جيش المصريين. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. إيدكس 2023، المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في نسخته الثالثة على أرض مصر. ملتقى هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعرض أحدث المنظومات الدفاعية على مستوى العالم في الفترة من الرابع وحتى السابع من ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. إيدكس 2023، حدث عسكري استثنائي على أرض مصر. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي التخصصي لمركز السيطرة الخلفي للقوات المسلحة، والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي للهيئات والإدارات، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب هاني محمد كامل رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم منظومة التطوير والتحديث بمختلف الهيئات والإدارات والأسلحة التخصصية بالقوات المسلحة، بما يحقق الارتقاء بكافة مقومات القوى العسكرية الحديثة للوفاء بالمهام والمسؤوليات في الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته. تضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض التقارير من مختلف التخصصات، والتي أظهرت مدى الكفاءة والتميز في تنفيذ المهام التي توكل إلى المنظومة الإدارية المتكاملة للقوات المسلحة، كما أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد العالي لكافة هيئات القيادة المشاركة بالمشروع. وناقش القائد العام للقوات المسلحة عدداً من القادة المشاركين بالمشروع في الأسلوب الأمثل لمجابهة كافة المتغيرات الطارئة، وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة وقدرتهم على العمل المشترك في نسيج متكامل، مشيراً إلى أن التخطيط والتأمين الإداري يعد من أهم مقومات نجاح القوات المسلحة ودعم كفاءتها القتالية. ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رجال هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة والإدارات التخصصية، مؤكداً أن القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات لكافة الإدارات التخصصية المشاركة في المشروع أثناء مراحل العمليات. وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذ مهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من القدرة على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات، مؤكداً أهمية المحافظة على أعلى مستويات التأمين الفني والإداري أثناء مختلف مراحل العمليات للقدرة على تنفيذ المهام المكلفين بها بكفاءة واقتدار.
التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السيد سباستيان ليكورنو وزير الدفاع الفرنسي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في إطار أولى الجولات التي يجريها بعدد من دول المنطقة. تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في ظل الأزمة الحالية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن تقديره لعلاقات التعاون العسكري الممتدة بين مصر وفرنسا، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود الدولية لإيقاف التصعيد والحفاظ على أرواح المدنيين وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة. فيما أشاد وزير الدفاع الفرنسي بالجهود المصرية في التعامل مع الأزمة الراهنة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية وتسهيل حركة دخول المساعدات عبر معبر رفح البري، مشيراً إلى توافق الرؤى حول مختلف الموضوعات التي تسهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الذكور والإناث خريجي الجامعات الحكومية والخاصة الحاصلين على البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2023. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة. وسيتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت tanseeq.mod.gov.eg، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 15 من نوفمبر 2023 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28 من نوفمبر 2023 على أن يتم تحديد موعد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا. كما سيتم فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتبارا من يوم السبت الموافق 18 من نوفمبر 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 30 من نوفمبر 2023.